سريعا برضو انا بروح معاك للاداء وبعد كده هنخش الحاجات او فنيات تفاصيل اكتر. لو هنروح لدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان تحديدا، والسؤال الاشهر لان ما زال هذا الامر متواجد، يعني ما فيش تحسن، ما فيش تغيير على الارض. تاني عندك نجوم عظيمة جدا، أسامي مش معقولة بمبالغ رهيبة، ولكن أداء لا، مش هو ده الأداء المتوقع زي ما حضرتك قلت. فعلا يمكن باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هو المركز الثاني بعد السيتي في مجموعته، طبعا ده مش متوقع خالص. في الدوري الفرنسي هو الأول وأكيد هياخد الدوري الفرنسي، دي حاجة ما فيهاش جدال زي بايرن ميونخ في ألمانيا. لكن لو هنتكلم على باريس سان جيرمان عنده مشكلة كبيرة جدا، تخمة النجوم في الفريق، مع ان عنده اكتر، يعني هو فعلا اكتر فريق في العالم عنده نجوم. احنا قلنا خلاص بقى فريق مفيش منافسه، بالظبط السكور هيبقى حاجه هاي سكور في اي ماتش. فريق فيه ميسي ومبابي ودي ماريا واكتر وسيرجيو راموس ودونا روما واشرف حكيمي وفينالدو، فريق فيه كل النجوم اللي ممكن يعني نختارهم في العالم. لكن مشكله النتائج فيها تارجح، ما زال النتائج غريبه حتى اداريا، هم مش عندهمش مشاكل اداريه، يعني ناصر الخليفي يعني مكفي النادي وزياده، يعني صرف ومكلف وزياده، جايب ميسي في الدوري الفرنسي. فاعتقد ان باريس سان جيرمان مشكلته فنيه، مدرب زي ماوريسيو بوكيتينو الارجنتيني طبعا هو عنده مشكله شويه في مع التعامل مع النجوم، وفي نفس الوقت فنيا لسه برده ما خدش على الفريق، لسه ما عرفش يتعامل مع الفريق. وبعدين كتره النجوم بيبقى فيه مشاكل، ده طبيعي في اي فريق. بس هو ضغط على المدير الفني بشكل اصلا صعب جدا ان انت تقدر تسيطر على نجوم زي كده. البعض كان حتى بينتقد او يعني تعليقات كانت محطوطه ان ميسي اصلا ما بيسمع، يعني ما بيسمعلوش. حضرتك لو خدت بالك ان اول ما ميسي جه واول ماتش او ثاني ماتش لعبه حصل مشكله ان هو طلعه في نص الماتش وكان بيتكلم معاه بطريقه، وكانت طبعا كانت لقطه اثرت الجدل عالميا. صحيح. وده برده بيبين ان التعامل مع النجوم في مشكله هنا مع بوكيتينو ومع اداره مع لعيبه باريس سان جيرمان. فانا اعتقد ان بوكيتينو بالمستوى ده او بالاداء ده ما اعتقدش ان هو ممكن يكمل مع باريس سان جيرمان. دي نقطه مهمه.